طيب أبخصم خمسة أسهم. القرار في يدك، مزاد بينكم جميعا على الأسهم. عندي سهم واحد وليد. الرصيد خله على جنب. وليد طب أنا معي أنا سهم واحد ولا من كم؟ نبدأ بالرصيد الاستفتاحي للمتجر صر. 50 سهم. 100 سهم. سهم ما هو بفلوسي، ما هو بفلوسي السالب الربع بالسالب. تراني اعطيكم خبر لو ادخل قائمة رجل تراني باخذ سهم يا رب. هذا المزاد خصم 200 سهم عند فهد بن فهد. خصم 500. خصم 500. 500 عند عثمان. يا شباب يا شباب ركزوا معي وعطوا الموقف حقه. يا شباب السهم الواحد يفرق في البرايم، والسهم الواحد يفرق في المراكز الأخيرة، مركز أول مركز ثاني مركز ثالث. شباب أنتوا فكروا في القادم، وفي نفس الوقت أنت ممكن تغامر وتدي مبيعات. ركزوا، الشيء أو المتجر اللي بيساعدك أنك ما تدخل برايم، والمتجر اللي تحس أنه بيجيب لك ضعف الأسهم، والمتجر اللي تعتقد أن تسويقك له بيرفع من رصيدك من ناحية الأسهم. أنا ما بحد يتهور، أعيدها للمرة الألف. فكرة ما هي واضحة. للمرة الألف للجميع، لا حد يتهور. خصم بالأسهم في المتاجر. يعني فلوسنا ما لها علاقة اللي موجودة معنا. كمل. أبو قشران. سم. فلوسنا ما لها دخل. لا. أسهم. تفضل. 700. 800. خصم 900 سهم. يا ولد. خصم 1000 سهم عند عثمان الجنيبي. يا بذل اشتغل. خصم 1100 من الأسهم عند علي الجعيدي. خصم 1100 من الأسهم عند علي الجعيدي. 1100. 1100. 5. أقدر أخصم وأعوضها بالبقى. 4. 1500. خصم 1600 من فهد بن فارع. خصم 1600 عند علي الجعيدي. مطول انا. 1600. خصم 1600 عند علي الجعيدي. متجر ماسي. والقرار بيدك. 1600. فكرت بالبورصة. 700. 800. بوصل مليون ترى. سالب. 1800 عند علي الجعيدي المتجر صرنا. مليون عادي. أنا خلاص بعد الليل ما أقدر. 2000 ومية. خلاص براي. 200. 300. خصم يا شباب خصم. خصم. 2300. القرار في يدكم. 500. علم العيال اللي. خصم. ها؟ خصم 2500. من عنده؟ عند مسفر. 600. خصم 2600. بصر مصري بيضرني بصر. خصم 2600 عند علي الجعيدي. خصم 2600. عندك استطاعة انك تعوضها الاسبوع الجاي؟ انا مع اهل المليون. زود 2600. تعتقد ان مبيعاتك علي الجعيدي في متجر صرة الاسبوع الجاي تنقذكم من البرايم؟ نقول ان شاء الله. 2600 خصم عند علي الجعيدي. 2600 خصم عند علي الجعيدي. 5. 4. 3. 2-1. ألف مبروك عودة متجر صرة إلى علي الجعيدي. مبروك خصم. مبروك وين؟ مبروك المتجر. مبروك شجرة. يا شباب بعض النجاحات، بعض النجاحات تحتاج إلى تضحية. ديوب يغامر الرجل من دونه. بالضبط، بعض النجاحات تحتاج إلى تضحية. هذه فكرة علي الجعيدي ومسفر برميتة قبل شوي. مبروك علي الجعيدي متجر صرة بخصم 2000 وكم؟ و600. طيب سؤال علي الجعيدي. سؤال تجيب على صلاة واحدة دبع. عندي سؤال مهم يا عيال. الآن بعد لو مثلا الأسبوع الجاي وكان أنا معي أحد متاجر الماسية ورجعتوها لأصحابها اللي قبل، كيف الطريقة تكون؟ من حقك. من حقك يمكن أرجع المتاجر الماسية. ما تدري، امشي على التيار. امشي على